موطني موطني الحسام واليرع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجبا من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية اوكي انا مصور فوتوغرافي فلسطيني علاء بدرني اعمل حاليا مع وكاله الانباء الاوروبيه التصوير الاوروبي اي بي اي من عام حوالي 35 صوره هذا العام اخترناها انها تكون تحت عنوان عيون نساء فلسطين او بعيون نساء فلسطين لان المراه الفلسطينيه هي مهمه جدا في الحياه اليوميه للشعب الفلسطيني. هذه الصوره في قرى نابلس ايضا ملاحظ وجود شجر الزيتون في الصورة. الزيتون شيء مهم بالنسبة للشعب الفلسطيني، لكن بشكل يومي عم بيخسر هذا الشجر بسبب حرقه من قبل المستوطنين أو تقطيعه. فهاي المرأة بتدافع عن شجرها، وأيضا هاي كمان بتدافع عن شجرها في قرية ثانية بعد ما دخلوا الجنود بعد اعتداءات للمستوطنين. الشيء هذا بيعاني منه الشعب الفلسطيني بشكل يومي بسبب الاحتلال. على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالي
عليكم وأقول أهديكم ونهاديكم أشد على أياديكم وأبوس الغدر أحتج عليكم وأقول أهديكم دم على كفي وما نكست على حبيت دم على كفي وما نكست على وسط العشب الأخضر فوق أمور أسلاك ناديكم أشد على أياديكم وأبوس هل أرى هل أرى سالما مناما وغالبا مكرما سالما مناما وغالبا مكرما هل أرى في علا تبلغ السما تبلغ السما موطني 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 الشباب لن يكل همه أن تستطل أو يبين أو يبين نستقي من الردى ولن نكون للعداء كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا الدني مجدنا الدني موطني